الخير عزيزي المشاهد. اليوم راح فرجيك طريقة صيد المواسطة وطريقة صيد كمان سمكة البوري، يعني ان شاء الله يكون في بوري مثل ما انا مفكر. تحت تاني فرجيك الطريقة اللي انا بستخدمها. نعمل لايك للفيديو، نشترك بالقناة لانه دايما في عندي فيديوهات جديدة وافكار حلوة. اول شغلة ضروري تنعمل بس توصل نحن على موقع الصيد، ضروري نطلع نستكشف نشوف شو الوضع، في حركة ما في حركة. هلا كيف بكتشف الحركة؟ انا بمشي اخذ خبزي وبكب على وجه المي، ببين عندي اذا في حركة يا ملا. من ناحية تانية مفروض اعمل نوع من علفة او بنسميها تسفيرة. هلا حشوفيكم شو هي الطريقة. شغلتها بسيطة جدا، خبز ومي بس بدي اياهم يكونوا مدشوشين كتير منيح. مثل ما شايفين الطريقة اللي عملكن عنا، خبز ومي وبحطهم تمشين يتشوا كتير منيح، وبجهز العدة بهالوقت اللي بتكون عم بتشي الخبز فيها. عم استخدم اليوم بالصيد قصبة 5 امتار كربون، خفيفة كتير حلوة. قصبة 5 امتار بتكفي لانه هون الصخر في تحت منه غمق مي، يعني مش دغري في متر او مترين، لا عم نحكي عن 6 امتار او 7 امتار بشكل مباشر. فعندي غمق ماني بحاجة لقصبة كتير طويلة، قصبة 5 امتار حتى ال 4 امتار بتشتغل معي هون. الخيط او العمرة رح استخدم انا الخيط التقليدي، يعني رح اعمل انا غدارتين صغار على فواشي ورصاصه كثير صغيره. هلا الطعم اللي رح استخدمه هي سموني يابسه، في عندي فيديو انا على القناه طريقه تحضيرها، هلا ححضرها قدامكم بس بشكل سريع شوي مشان ما نضيع لكم وقتكم على الفاضي. في عندي فيديو هلا حيظهر الرابط تبعه باعلى الشاشه. رح احضرها على السريع وتشوفوا كمان الطريقه منها صعبه، طريقه سهله جدا. اول شيء ضروري تكون كثير يابسه. فكرة كمان فيها تكون طرية، حتى كمان فيني اجيبها دغري من المخبز تكون بعدها طرية، كانت سموني خبزة عادية او بان اوليه، يعني خبز مع الحليب فينا دغري هي وطرية. هلا معي وحدة كمان حشوفيكم كيف بيكون طريقة تركيب الطعم، سواء بهيدي بهذا الطعم او بطعم البان اوليه الطري. انا شلت الطبقه الخارجيه منها لاني ماني بحاجه للون الغامق، بدي اللون الفاتح او اللون الابيض اللي ضل مبين عندي. هلا رح تشا منيح بالمي واتركها على جنب، حتشا بالمي واجي حطها قدامكم. نتركها لفتره 5 دقائق او 10 دقائق الماكسيموم لحتى تكون شربت المي كثير منيح، لانه بدي ارجع اطلع المي منها. الخبز يلي تركه عم بيتش صارت حالته جيده جدا، رح افرطه هيك عن بعضه. وهلا رح اروح اجيب شغله كمان حلوه، ضروري هذا الطعم، ملاحظين كثير تشين وهذا المطلوب. انا بدي اياهم يغرقوا، يعني بعدهم هلا عم بفوشوا، يعني السهم ماشي حالهم. انا بدي هذا الطعم يغرق ينزل لتحت. مثل ما شايفين هلا هون العلفه صارت تشي كثير منيح، جبت شويه حجران. شو بيفيد هذا الحجر؟ هلا رح نعمل طبيض نعصر، نعصر المي من قلب الطابه مثل ما شايفين، نطول بينا شوي، بدها شوية وقت هي. حط لها حجر بقلبها بهالشكل، ما هي هيك تمام. كب على الهدى قدامي مطرح ما بدي اتصيد، وكب على الهدى ما بقبل تخبط، ما بدي اياها تفرط على وجه الماء، بدي اياها تنزل مثل ما هي لتحت. فيني اتركها لفتره حد مني تمسك بعدها اكثر، وبحضر غيرها هلا بهالوقت. كمان فينا نستخدم شقفه قماشه، بنحط الطابه بقلبها وبنعصرها كثير منيح وبتنشف بشكل افضل. اكيد كمية المي فيها تكون اقل من هيك بكثير، يعني هلا فينا نحن نتحكم فيها انه ما تكون هالقد كمية المي، فينا نحط لهم اياها على القد بس يتشوا كثير منيح، هذا المطلوب، بنوفر وقت كمان. كمان فينا نضيف للمي مكون انا خبرتكم عنه قبل بمرة، هو مية علبة التونة او الزيت تبع علبة التونة، بيعطي كمان طعمة وبيعطي زفرة قوية. هون انا اليوم ما استعملته لانه ما كنت شايل كميه قبل بيومين كده، بس بيسوى انه اذا حدا عنده علبه طون واكلها يشيل المي تبعتها او الزيت يستخدمها بالصيد. هلا رح نزفر، رح نكب الطابط قدامكم بالبحر ونجهز العده ونبلش الصيد. اكيد بعد عندي تحضير الطعم بس ما جهزته، ناطره تعتش.
بحاول اشتغل اول شيء بحشيشه القرنبيط كبدايه، وبرجع كمان بعد منها بستعمل طريقه القطعين بالعجين على غدارتين صغار. ضروري ناخذ بعين الاعتبار العمق الموجود عندي هون، انا بحط الكواشي على عمق معين بكفي هيك تنجرب، بس انا بعرف شو في غمق هون لسه بتحمل اكثر. طريقه تركيب عشبه القرنبيط بالغداره الصغيره هي في لها غصن، بنشك الغصن بالشوكه مباشره، غصن الشوكه وحده من هون، اذا شكت معنا باثنين كثير منيح، ولكن وحده بتكفي لانه هي غصنها شوي قاسي يعني تركب معنا. هلا شو ناطرين نحن؟ ناطرين رضا اول شيء اكيد، ولكن بس تيجي السمكه تاكل رح ناخذها بالغداره الكبيره اللي تحت. خلوكم معنا. تابعوا معي كيف رح نحضر سوا عجينة الخبز الفرنجي. أول شي بدي أعصرها هيك شوي تطلع منها المي، برجع بحطها بأي شقفة وبعصرها كتير منيح تطلع منها المي، وبحصل على عجينة طرية وكتير حلوة للصيف. كنت خبرتكم عن البان اولي كيف ممكن نحن نطعم فيه. هذا بان اولي طري انا جايبه من المخبز دغري، لاحظوا انه قلبه كتير طري، فينا نشيل نحن جزء من قلبه الابيض بالشكل وبس نعجنها على بعضها، ما بدها شيء، هي بنعجنها على بعضها هي بتتماسك لحالها. فينا ناخذ يعني اسا كميه اكثر نعجنها على بعضها برطوبتها، هي رطوبه الخبز نفسه، ونجيب الغداره الصغيره ونحط عليها بشكل مباشر بالطريقه السريعه، ونحصل على طعم دغري مباشره من المخبز، وكمان هيدي طيبه مع فنجان القهوه، والسمكه كثير بتحب طعمتها. من الضروري كل شوي نكب طابق خبز متشوش مشان ندلل نخلي السمكات قدامنا دائما. اليوم السمكات قليل كتير خفيف، البحر كتير صافي، حاولت اني اتصيد بمحل ما يكون ظل جاي فينا، هلا الشمس جاي من هذا الاتجاه، الظل رح يكون مبين ناطر الظل بهيك بهذا الاتجاه، كنت عم كب انا على مال فوق، ولكن السمكات مانن موجودين ما تحركوا، العلفة اللي حطيتها جابت سمك، ولكن جابت السمك الصغير، السمك الكبير ما بين بعد، رح ضل حاول معهم. ورح هلا بعد شوي كمان جرب طريقة مختلفة بالصيد عن طريق المولينات. يعني مع الأسف الحركة كتير خفيفة. هلا الطعم اللي عم استعمله طعمه كتير طري. طعمه كتير طري، يعني سمكة بتحب تجي تاكل هيك نوع من الطعم. في سمكات صغار عم بيقربوا ولكن ما في رزق اليوم على الحجم الكبير. كنا نتأمل يكون في بوري اللي بيقرب، ولكن رزق على الله دايما. هلا رح جرب طريقة تانية، رح احط عمرة على سنينير صغيرة طعم قرايدس بالمولينات وكبها على بعيد، بجرب شوف هون لأنه هون في منطقة رملية شوي لقدام ممكن يشيل منها مرمور أو جربيبة، رح جرب ورزقها على الله برجع بكون دايما. وهيدي حارجع كبها، هيدي بتغرق بتنزل على الهدف ولا أحلى من هيك. دايما خلوا الطعم اللي بدكم تزفروا فيه، إذا لاحظتوه فرط، هلا هني أول وحدة كبيتها أنا فرطت رجعت عصرتهم وشديت عليهم شوي وطولت بالي عليهم، ضروري نطلع المي منهم، إذا فرطت معكم ما إنه يعني الطريقة مانا مضبوطة، لا طريقة مضبوطة 100%، بس بدها إتقان، بدها إنه واحد يوصل لتعليفة لعجينة تكون متماسكة وتنزل مثل ما هي، انتبهنا كيف؟ بدها شوية وقت القصة. شو صار بدها هلا؟
صار بدها فنجان قهوة. كده النفايخة قرشت السنارة التحتانية، السنارة الفوقانية مبين الخيط هيك الضربة، ما مش رح يبين عليكم الخيط هيك الضربة، يعني هيك بالطعم وعض الخيط بس ما نقطشته، بس إذا بنقطش سهولة. ففي سمك نفايخ، رح أغير الموقع، خلوكم معي، رح نكمل مشوارنا اليوم ورح نشيل سمك إذا الله راضي. وهلأ هون أنا على شط البحص، يعني ما بعرف شو القصة اليوم، سمكات ما هم موجودين، لا مرمور ولا مليئة، حتى الشباب اللي كانوا مقابلنا على الصخر عم يصيدوا كانوا عم بيشيلوا حبات صغار، ما كان في حبة كبيرة اليوم. إذا بتلاحظوا على البعيد في هاللون الكحلي اللي عم بيقرب شوي شوي، هيدا هو مبدئيا المد اللي بيكون جاي مع هواء غربي، يعني بدهم تقريبا شي 10 دقايق لربع ساعة يوصل علينا الهواء الغربي، وان شاء الله يكون جايب معه سمك. بدي انطر شوي، يعني اليوم سمكة النفاخ حطة حطايف، كمان قطشت لي هون سنارة، رح اعملها هلا عمرة مخصصة لها وان شاء الله اقدر اكمشها. بهالطريقة اول شي حطيت لها خيط مع رصاصة تقل بحدود ال 50 جرام، ودغري حطيت الشنقة العنق طويل، السنارة عنق طويل قياس 10 على الحباسة اللي تحت الرصاصة مباشرة، يعني إذا بلعت مش رح توصل للخيط، منقول إن شاء الله. عادة بتوصل النسمة قبل، هلأ وصلت شوية النسمة الغربية، لاحظوا يلا وصلوا مع بعضهم. من النوع السام ما بتتاكل هيدي، انا بسلخها بشيل اللحم تبعه بستعمل طعم بزاد المليئه بعدين ياكل عليه ولا احلم.